ما مين نغلطش. اللي ساهم في الصورة اللي متاخدة عن الراقصة إنها مثلا لا تخشى الله، أو هو غريب عليهم ما هو إن ده يبقى من ضمن عندها ده من تحصين ضمن المصيبة اللي واصلة في المجتمع، إن أي شخص مثلا مغني يبقى ما يعرفش ربنا، ممثلة لا احتمال تعرف ربنا أو ما تعرفش ربنا حسب الأدوار اللي بتعملها. ليه الناس انزعجت لما قلت انا بقول دعاء للتحصين وبقول كذا وبقول كذا وبقول والله كذا؟ هي آية تحصين، هي آية تحصين، انا مش بقولها. ليه انزعجوا؟ انزعجوا قوي، انزعجوا جدا، لدرجة ان انا بقيت على تويتر تاني يوم ترند وما كنتش فاهمة ليه. يعني اولا دي كلمة عادية جدا مكتوبة في القرآن، الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. دي يعني ممكن انت يعني حد يقول لك مثلا الله فستانك حلو فتقولي في سرك الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، هتخافي على نفسك يعني، ما فيهاش حاجه. فيعني هل غلط ان الواحد يحصن نفسه؟ لا، وبقول الايات المناجيات يا جماعه وسوره الكرسي وقبل ما انزل من بيتنا، يعني بعمل النورمال يعني. It's normal. يمكن عشان ربطيها بفعل الرقص وهم شايفين الرقص زي ما قلتي هي love hate relationship. بصي love hate، انا عمري ما حكمت على حد بحاجه، هم حرين يفكروا زي ما هم عايزين وانا حر اعمل اللي انا عايزه. صحيح. وفي الاخر بينا وبين بعض ايه؟ ولا حاجه. انا يعني هم لما يقولوا لا ما تقولش كده او ما انا مش هقول، ما انا هفضل اقول. مش هتفرق عندي حاجة خالص. أي أعجبوا أو لم يعجبوا، دي حاجات أنا بحب أعملها. فمش هبطل يعني، كونهم يتكلموا أو ما يتكلموش، يعني أعتقد إن مش فارق عندي حاجة، يعني مش هيفرق عندي حاجة. طب ليه رديتي مثلا سلافة وخرجي كان ليها تصريح كده عن الجنة والنار، وبتقول إنه ربنا ألطف وأكرم من إنه يكون عنده نار وكذا، طلعتي رديتي عليها رد صاروخي. أنا قلت إيه؟ قلتي ده تهريج اللي بتقوله، ده أنت اللي بتقوليه ده هو تهريج. هو حقيقي تهريج، لأنه الجنة مذكورة في القرآن والنار مذكورة في القرآن، بس هي بتجتهد حتى ده مذكور في القرآن والقرآن لا يتبدل، يعني هو ما بيتغيرش. هي بتقول ان المعنى رمزي، كانت بتقول ان المعنى رمزي. ما ينفعش، انت عارفه انا قصدي ايه؟ نلعب في معاني. عارفه انا قصدي ايه؟ يعني انا قصدي دينا بتدوق مر الحكم عليها او لا 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 احنا فنانين، ما ينفعش تطلعي تصريح منافي للدين، يعني ما ينفعش. احسن لك ما تتدخليش خالص، يعني ما تقوليش حاجه خالص ليها علاقه بالدين. عارفه قولي، مش عارفة ما تقوليش. المفتي بقى يقول يستضيفه شيخ ينزل تصريح، انت مالكيش دعوة. انما انا ما بقولش حاجة، انا بقول انا بعمل دعاء على نفسي يعني.